مساء الخير شباب، وصلنا لابتوب الـ HP النوتبوك الـ 15-DA0019NIA أو الرقم اللي ضمن البيوس الـ 15-DA0XXX، وانطلب منا أن نركب له NVMe SSD. كذلك الأمر عملية تنظيف شاملة للبورد جوا وتغيير معجونات المعالج، لذلك بتمنى منكم تتابعونا لنهاية الفيديو لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية. بلمحة سريعة شباب، رح نتعرف على الأشياء اللي ممكن تطويرها بهذا الجهاز ونتعرف على جميع مكونات اللابتوب. أول شيء عندي الهارد الميكانيكي بهذا المكان، بإمكاني استبداله بهارد SSD SATA. عندي منفذ الـ M.2 بهذا المكان، وهلا رح ركب عليه NVMe بسعة 250 جيجا. مكان البطارية هذا هو بالإمكان تفكيك بعض البراغي لحتى نبدلها. بالنسبة للرامات، بالإمكان التطوير حتى 32 جيجا من الرامات، 16 جيجا ب16 جيجا. وأكيد هذا هو كرت الوايرلس، وهي هي كتلة التبريد أكيد اللي رح نقوم بتفكيكها وتبديل معجونة المعالج وتنظيف المروحة. وهيك شباب بنكون عملنا عملية تنظيف كاملة للمعجونة القديمة اللي كانت موجودة على المعالج، وكذلك الأمر على كتلة التبريد، وعملنا حركة تنظيف أكثر من رائعة للمروحة ورجعية جديدة. وهلأ يا شباب بننتقل لتركيب الـ NVMe الـ SSD بمكانه الصحيح. طبعا ما يميز هذا اللابتوب انه في برغي موجود بالمكان الخاص بتثبيت الـ SSD. من المزايا الحلوة بالـ SSD الكينج سبيس انه جاي معه برغي، هاي ميزة كتير حلوة لتثبيت الـ SSD، لانه في كتير لابتوبات بتجي بدون البرغي. وهيك يا شباب بنكون ركبنا SSD NVMe وبدلنا معجونة المعالج ونظفنا المروحة الخاصة بهذا اللابتوب.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.